أتمنى أن تكون نيزك وكمال إسان بخير. زان جاكسون ماذا يفعل هناك؟ سرعته كانت جنونية وبراقة ورائعة للغاية. كان من المفترض أن تحترق وتتحول للرماد. كيف استطعت المشي مع أشعة الشمس؟ هذا سخيف. لم يعجبني هذا الرجل، يبدو كأنه شيطان آخر. وهكذا استطاعت أخت كامودو الشيطان المشي مجددا مع أشعة الشمس بمساعدة تينجل ساما. ألم يكن تنافس التنافس الماء؟ كيف تحاول لتنافس النار؟ لأنه تلميذي أنا، أصبحت من دربه، هذا واضح. لا تانجيرو تلميذي، أنا ليس أنت رينجوكو-سان. أسف لكما، لكن تانجيرو يكون تلميذي، أنا سوف أجعل منه نينجا قوي. لا، أنت حاول أخذه لنفسك، أنا سوف أدربه لأن يصبح قوي. هو لا يريدكم، يجب أن يكون مدرب تانجيرو قوي، ليس ضعيف، لذلك أنا سوف أدرب. ما رأيكم أن أقطع تانجيرو ثلاث قطع وأعطيه لكم؟ هذا مدهش للغاية، رؤية فتاة شيطانة تمشي بدون أن تتحول. يبدو أن هذا القتال كان مرهقا للغاية، مع هذا سعيد لنجاتكم. هذا الشيطان لا يبدو ضعيفا للغاية حقا. أتمنى أن ينتهي هذا الأمر بسرعة، لا أريد أن أبقى هنا. أتمنى أن يكون بخير بعد قطع رأسه. هذا جميل رغم أنني لا أتذكر هذا. هذا الكمال قوي، من الرائع انقاذ الهلاء ولا الابرياء. هذا الشيطان بامكانه تصغير جسمه وتكبيره، هذا امر مزعج. أليس هذا أحد حدادي السيوف؟
أفكر عندما يصبح هذا الأمر غريب. باي 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 باي.